أهلا ومرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في درس جديد من دروس مادة النحو للمرحلة الرابعة قسم اللغة العبرية، يقدمه لكم مدرس زينة جابرياس، أستاذ مساعد دكتور حامد مرهون حمد. درسنا لهذا اليوم هو هكشاريم هلوقيين بمشباطة مخبار العلاقات المنطقية في الجملة المعطوفة، وهو الجزء الثاني من درس الجملة المعطوفة. ويمكن أن نعرف العلاقة المنطقية كيشر لوغي هو هيخس بين خلكيها مشباطة مبساس على هيقايون إتا كيشر هلوغي نزها على بيملت هخبور. العلاقة المنطقية أو الرابطة المنطقية هي العلاقة بين أجزاء الجملة التي تعتمد على المنطق، ويمكن تمييز هذه العلاقة المنطقية وفقا أو بناء لأدوات الربط، أي أن جميع الجمل تحتوي على علاقة منطقية تربط أجزاء هذه الجمل، سواء كانت جملة بسيطة، جملة معطوفة أو جملة مركبة. ومن العلاقات المنطقية في الجملة المعطوفة هو سفاء الإضافة ها إيفار هشيني موسيف ميدا على ها إيفار هريشون، يضيف الجزء الثاني معلومة إلى الجزء الأول. من لوت أخبور الأدوات أدوات الربط التي تعبر عن الإضافة فاف قم أيضا أف أيضا أو حتى كيموخين كذلك نوساف عالكاخ بالإضافة إلى ذلك عالكاخ لذلك يتر عالكاخ بالإضافة إلى ذلك يترامزوت علاوة على ذلك. مثال على هذه العلاقة أني ماريخا إتت نهجوتو في أني متكفينت لهجيد لو زوت، أنا أقدر سلوكه وأنا أنوي أن أخبره بذلك. العلاقة الأخرى نقود التضاد هإيفار هشيني موسيف ميدع منقاد لكاتوف بإيفار هريشون، التضاد الجزء الثاني يضيف معلومة مغايرة أو معاكسة لما مكتوب في الجزء الأول. من لو تخبر أفال لكن أخ لكن أولام مع ذلك بنقود لخاخ خلافا لذلك فإلو وكذلك إلا إنما متصد أخد ومن جانب آخر ومتصد ومن جانب. مثال على ذلك هو يسيد إتها بنكرشون أفال شمو لهن تسخ، هو أسس أول بنك ولكن لم يخلد اسمه. نأتي الآن إلى العلاقة المنطقية الأخرى سبا فتوت سأ إيفار هشيني موسيف إتا توت سأ لسباها متصيقت بإيفار هريشون، السبب والنتيجة يضيف الجزء الثاني النتيجة للسبب المعروض في الجزء الأول. من لوت خبور أدوات العطف الأساسية أو المميزة لهذه العلاقة لا خين لذلك لفيخاخ حسب ذلك وفقا لذلك مشومكاخ بسبب ذلك بعكفوت زوت بسبب هذا على إثر هذا عالكيل لذلك بشيلكاخ بسبب ذلك كتوتساء مخاخ نتيجة لذلك عكب كاخ بسبب ذلك. مثال على هذه العلاقة المنطقية ها أوتوبوس لو عاتسر بتخنا لخين إخرتي لافو، لم يتوقف الباص في المحطة لذلك تأخرت في القدوم. فيتور هإيفار هشيني مبيع بالتول
فيتور شلها عودة همو تصيغت بإيفار هريشون. الاستدراك يعبر الجزء الثاني عن استدراك للحقيقة المعروضة في الجزء الأول، وكأنما أنه الجزء الثاني يعبر عن إلغاء أو نفي لما قد تم عرضه في الجزء الأول. من لوت خبور الأدوات المميزة لهذه العلاقة لمروت زوت، على الرغم من ذلك خيرف زوت، بالرغم من ذلك عم زوت، ومع ذلك أفعل بيكين، على الرغم من ذلك بخل زوت، ومع ذلك. مثال: يا رد قيشم لمروت زوت هخلتنو لا تسيت لتيول، هطل المطر على الرغم من ذلك قررنا أن نخرج التنزه. نلاحظ أبناءنا الطلبة أنه في الجزء الأول عبر عن حقيقة وهي أن المطر قد هطل، وفي الجزء الثاني عبر عن إلغاء لهذه الحقيقة أو استدراك لهذه الحقيقة أنه بالرغم من هطول المطر إلا أننا قررنا الخروج. العلاقة المنطقية الخامسة زمان، هي فار هشاني مبيع اتها زمان. الزمن يعبر الجزء الثاني عن الزمن. من لوتها خفور أدوات الربط التي تعبر عن الزمن هي لفنيكن، أخريكن، لأخر مكن، آخر كخ، كعفور. على سبيل المثال هستوديانت لوميت بأونيفرسيتا، لفنيكن هو شيرت بتسافا. يتعلم الطالب في الجامعة قبل أن يخدم في الجيش. نلاحظ أعزائنا الطلبة أن الجملة تتكون من جزئين. الجزء الأول هستودينت لوميد بأونيفرسيتا يسمى إيفار ألف، الفني كان من لوتها خفور أداة الربط التي تعبر عن الزمن، هو شيرت بتسافا إيفار بيت. عمود بهشفاء مشافين بين شني دواريم يش مكنه مشتاف كل شي هو. المقابلة والمقارنة، يكون هناك مقارنة بين شيئين على أن يكون هناك قاسم مشترك فيما بينهما. من لوتها خفور أدوات الربط التي تعبر عن المقابلة والمقارنة هي فيلو لعومد زوت، بدومي لكخ، بنقود لكخ. على سبيل المثال مخريها ديلك علو لعومد زوت، مخريها خشمال ياردو. ارتفعت أسعار الوقود، مقابل هذا انخفضت أسعار الكهرباء. مخريها ديلك علو إيفار ألف لعومد زوت ملت خفور، مخريها خشمال ياردو إيفار بيت. تخليت مطرة إيفار هشاني مبيع ات مطرتوش لها إيفار هريشون. الغاية أو الهدف، يعبر الجزء الثاني عن هدف الجزء الأول. من لوتها خفور أدوات الربط التي تعبر عن الغاية أو الهدف هي فلاشيم كخ لمعن بشبيل كديلي. على سبيل المثال رونيت مخينا كل بوكر أروخت سهراي، فلاشيم كخ هي متعررت مقدام ببوكر. تعد رونيت كل صباح وجبة الغداء، ولهذا هي تستيقظ منذ الصباح الباكر. نلاحظ أعزائنا الطلبة أن رونيت مخينا كل بوكر أروخت سهرايم إيفار ألف بلاشيم كخ ملتها خفور، هي متعررت مقدام ببوكر إيفار بيت. بريرة إيفار شني مبيع افشاريوت، ملوت خفور او. التخيير يعبر الجزء الثاني عن الخيارات. ادوات الربط التي تعبر عن التخيير هي او. على سبيل المثال او داني يتندب لمسيما، او ساريت تتندب. اما داني يتطوع للمهمة او ستتطوع ساريت. ملت خفور أدوات الربط أو أداة الربط
التي تعبر عن التخيير هي أو. إلى هنا أعزائنا الطلبة ينتهي الجزء الثاني والأخير من درس مشباط مخبار الجملة المعطوفة. يمكنكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل الموضحة في أدنى. شكرا لحسن إصغائكم.